السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم مشاهدين الكرام. هذه نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، أبدأها بأهم العناوين. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا الزلزال الذي وقع في بعض المدن المغربية، وسفارة المملكة تعلن سلامة المواطنين السعوديين بعد الزلزال المدمر. سمو ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين ويعلن عن مشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. تحت رعاية سمو ولي العهد وزارة الثقافة تنظم الحفل الختامي للجوائز الثقافية الوطنية. بمشاركة من أكثر من 170 دولة، غدا انطلاق معرض سيتيسكيب العالمي في الرياض. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي عزاء ومواساة للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في ضحايا الزلزال الذي وقع في بعض المدن المغربية وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وأعربت القيادة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المغرب راجية من المولى أن يرحم المتوفين ويمن على المصابين بالشفاء العاجل. هذا وأكدت سفارة المملكة بالمغرب سلامة المواطنين السعوديين حتى هذه اللحظة بعد الزلزال الذي أصاب المنطقة. وأهابت السفارة بالمواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وتتابع السفارة مع السلطات المغربية الشقيقة للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة. في هذا الإطار أعربت رابطة العالم الإسلامي عن خالص التعازي وصادق المواساة للمغرب في الضحايا والمصابين جراء الزلزال الذي شهدته البلاد. وأكد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى أكد التضامن التام للرابطة مع المملكة المغربية في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته. ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام جراء الزلزال الذي وقع وما نتج عنه من وفيات وإصابات. كما وجه ملك المغرب باستحداث لجنة وزارية لوضع برنامج إعادة بناء المنازل المدمرة. هذا وأعلن وزير الداخلية المغربي استمرار و37 تخبر وزارة الداخلية للفاجعة التي شهدتها بلادنا ليلة أمس الجمعة. قد عرفت إلى حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم ارتفاعا في عدد الوفيات، حيث بلغ 1037 شخصا تغمدهم الله بواسع رحمته، و 1204 جريحا من بينهم 721 في حالة حرجة. وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن عملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس وتتم في ظروف جيدة.
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترأس وفد المملكة المشارك في أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي. وتناقش القمة قضايا سياسية واقتصادية عدة أبرزها التنمية المستدامة والأزمة الروسية الأوكرانية الدامية. وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي أعلن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني اليوم نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليه هذه المذكرة، بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة. سوف يسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سكك حديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط الأنابيب للتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن امتداد الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة وحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية. كما تدعم هذه المذكرة جهود تطوير الطاقة النظيفة وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد الممرات العبور لجميع الأطراف. الحضور الكرام، أن تحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذها وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه. وفي الختام، لا يفوتني في هذه المناسبة أن أنوه بمبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار التي أطلقها فخامة الرئيس بايدن والتي تشترك فيها المملكة العربية السعودية ب20 مليار دولار، متطلعين أن يتم إيجاد فرص التكامل بين هذه المبادرات ومشروع الممر الاقتصادي الذي يعلن عنه في اجتماعنا هذا. كما أودنا أقدم بالشكر الجزيل لكل من عمل معنا على الوصول إلى هذه الخطوات التأسيسية في سبيل إنشاء هذا الممر الاقتصادي المهم، وتقبل تحياتي. هذا والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. في هذا الإطار، وقعت المملكة والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون بين البلدين لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات من خلال موقع المملكة الذي يربط قارتي آسيا بأوروبا. ويهدف المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية. كما يهدف المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ. وخلال القمة، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي انضمام الاتحاد الأفريقي عضوا جديدا في مجموعة العشرين، وتمنح هذه الخطوة التكتل الأفريقي الذي يضم 55 دولة تمنحه ذات الوضع للاتحاد الأوروبي الذي يملك عضوية كاملة في المجموعة. ودعت مجموعة العشرين هذا العام 9 دول غير أعضاء، منها بنغلاديش وسنغافورة وإسبانيا ونيجيريا، ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لحضور القمة التي تعقد حاليا في نيودلهي. خبرات وإنجازات
لرؤية 2030 في صناعة المستقبل يحملها معه وفد المملكة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى قمة العشرين، بعد أن قدمت السعودية نسخة ملهمة من القمة وضعت أسسا لإنجازات تتوالى ومبادرات لمواجهة التحديات العالمية. أؤكد عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة. وعد فأوفى. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ركز خلال تسلم المملكة لرئاسة قمة العشرين لعام 2020 على العمل لمواجهة التحديات العالمية ودعم البلدان منخفضة الدخل لتحقيق التنمية المستدامة وحفظ الموارد واستثمارها على النحو الأمثل من أجل المستقبل. خلال رئاستها لقمة العشرين كرست المملكة جهودها لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة بمبادرات حصد العالم ثمارها تغيرات ملموسة في التنسيق الدولي للتعامل مع كافة القضايا الاجتماعية والبيئية والأزمات الاقتصادية، خصوصا وأن أهداف الجي 20 تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. إن مواجهة التغيير المناخي تتطلب منا العمل المشترك نحو تطوير التقنيات وخلق البيئة المناسبة لتمويلها والحفاظ على ثرواتنا الطبيعية التي تمتلكها المنطقة وتعزيز التعاون بيننا لأجل ذلك. التمويل الكافي للبلدان منخفضة الدخل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة اعتبرها ولي العهد من أحد أقوى التحديات التي تواجه العالم، ومع الطارئ الصحي الذي أربك أقوى الاقتصادات قدمت المملكة مبادرات فريدة لدعم البلدان الأقل نموا، فمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين استفادت منها عشرات الدول مع تحفيز المؤسسات المالية الدولية لضخ 11 تريليون دولار لدعم الشركات وحماية سبل العيش للأفراد. كما تبنت المملكة مبادرتين نوعيتين للبيئة، الأولى لمكافحة التصحر وزيادة المسطحات الخضراء، والثانية لتبني مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني، إضافة إلى مبادرات ولي العهد الخضراء التي أعلن عنها عام 2021 وتشكيل تحالف الشرق الأوسط الأخضر وإسهام المملكة بمليارين ونصف المليار لدعم مشروعاته وتحقيق أهدافه. الطاقة المستدامة والتحولات الرقمية ذات البعد الاقتصادي وتشجيع البحث والتطوير والابتكار من أجل فتح آفاق جديدة ومواجهة التحديات العالمية من المحاور الرئيسية التي ركزت عليها المملكة ولاقت أصداء دولية مع متابعة ولي العهد لكافة ممكنات المستقبل للمملكة والعالم. برؤية الأمير محمد بن سلمان وضعت المملكة أهدافا لتمكين المرأة والشباب في مجموعة العشرين عبر الدبليو 20 والواي 20 لتوزيع المسؤولية المجتمعية والمساواة في الأجور. رؤية المملكة 2030 المميزة في صناعة المستقبل الواعي تدعم العالم لاغتنام فرص القرن 21، ومشاركة ولي العهد في قمم العشرين عاما بعد آخر تأكيد على مساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف المجموعة في التنمية العادلة والمستدامة. وبالأفعال المملكة تدعم بسخاء
الدول الأكثر احتياجا، حيث يظل الأمن الغذائي القضية التي تؤرق العالم مع الاضطرابات الجيوسياسية. تركز المملكة خلال قمة مجموعة العشرين في دورتها الحالية على تجربتها في رقمنة القطاع الزراعي، في الوقت الذي يمد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يده لإنقاذ عشرات الدول حول العالم. التعاون الدولي من أجل تقوية النظم الغذائية المرنة وتحقيق مستقبل مستدام، رؤية استراتيجية قدمتها المملكة لدول مجموعة العشرين لمواجهة تحديات أنظمة الإنتاج الغذائي والزراعي، خاصة بعد جائحة كورونا ومع ارتفاع أسعار الغذاء العالمي جراء الحرب الروسية الأوكرانية. مبادرة سعودية عبر مجموعة العشرين تشكل محطة جديدة في عملها مع التكتلات الإقليمية والدولية كافة لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الدول الأكثر ضعفا وتقديم المساعدات الإنسانية العابرة للقارات، حيث قدمت المملكة نحو 780 مشروعا للأمن الغذائي في أكثر من 70 دولة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتؤكد المملكة بالأفعال والدعم السخي التزامها بمساعدة الدول الأكثر احتياجا والدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية ومواجهة تحديات انعدام الأمن الغذائي. عملت المملكة مع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية لتعزيز الأمن الغذائي، حيث أطلقت حزمة دعم مالي تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي لهذا الغرض. مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي جديد مثلت وقفة سعودية إلى جانب العالم لتنسيق العمل الدولي من أجل مكافحة الفقر والاتفاق على أفضل السبل لمواجهة قضايا البلدان الفقيرة والناشئة في الدول النامية، من بينها الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ الذي يهدد هذه البلدان أكثر من غيرها. وتركز السعودية خلال قمة مجموعة العشرين في دورتها الحالية التي تستضيفها الهند على إبراز الرقمنة في القطاع الزراعي، حيث تقدم تجربتها للعالم في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاجية، ما يقدم حلولا فعالة لمشاكل الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء. النشرة مستمرة من قناة السعودية، فيها بعد الفاصل. بهدف تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين، رئيس مجلس الشورى يزور العاصمة الأردنية. أهلا بكم، أحييكم من جديد. عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ في العاصمة الأردنية عمان جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية أحمد الصفدي. ونوه الصفدي بعمق العلاقات الثنائية بين المملكة والأردن، معبرا عن تثمين الأردن لمواقف المملكة في مختلف المجالات، مشيدا في الوقت ذاته بتطور العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب. من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى على ما تشكله الزيارات البرلمانية المتبادلة من أهمية بالغة لدعم وتعزيز العلاقات وتنميتها. وخلال الزيارة التقى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ برئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل الفايز، وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون القائم بين مجلس الشورى ومجلس الأعيان الأردني، كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزارة الثقافة تنظم في هذه اللحظات الحفل الختامي للدورة الثالثة من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية للاحتفاء بالإنجازات والإنتاجات الثقافية للأفراد والمجموعات والمؤسسات في مختلف القطاعات الثقافية، وذلك ضمن مساعي الوزارة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة ومستهدفاتها التي تشمل تنمية المساهمة في الفنون والثقافة. وستكرم الوزارة خلال الحفل الفائزين بالجوائز الثقافية الوطنية ضمن مساراتها 16. وللحديث أكثر عن حفل وزارة الثقافة ينضم إلينا من مقر الحفل مباشرة مراسل أخبار السعودية الزميل خالد الربيع. أهلا بك خالد، أحييك إلى هذه النشرة. إذن
أجواء عامرة بالاحتفاء والدعم والتفاعل أيضا تتجلى في هذه الليلة، ليلة الجوائز الثقافية الوطنية. ضعنا بداية في ملامح هذه الليلة خالد، كيف رصدتها؟ أكيد عبد الله، حينما نتحدث عن هذا العرس الثقافي فبالتأكيد يعني يتبادر إلى الذهن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الثقافة وعلى رأسها سمو وزير الثقافة الذي يرعى احتفائية أو يحضر احتفائية هذه الليلة برعاية من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. الاهتمام بالمثقفين والثقافة وأيضا الأدب والشعر وأيضا حتى الأزياء والطهي والمسرح والموسيقى بالتأكيد يعني هي أحد أو النمط المهم في جودة الحياة التي تعمل عليها رؤية المملكة وتعمل على تحقيقها رؤية المملكة 2030. جودة الحياة هي الأساس التي تعتمد عليه هذه الرؤية، وزارة الثقافة من خلال هذا النمط وهذا المسار طبعا بدأت بالعمل على هذه الجائزة التي تأتي بنسختها الثالثة. لدينا هذا اليوم 16 فئة من فئات الجوائز التي طبعا لا زالت حتى هذه اللحظة يتم توزيعها على الفائزين. هناك عدد من المرشحين وأيضا فائزين حققوا هذه الجوائز. عبد الله، كان من المفترض أن يكون معي أحد الفائزين بهذه الجائزة، لكن حقيقة نتمنى يعني لو التقيت بأحد الأسماء التي فازت بهذه الجائزة. سمو وزير الثقافة، نعم نعم، فضل ما زالت تبدو لي الأسماء تكرم حتى هذه اللحظة. فنحن صحيح نعم، حتى هذه اللحظة عبد الله لا زال المكرمين، لا زال الأمير بدر أو وزير الثقافة يكرم الفائزين الذين يستحقون الحقيقة، وأيضا حتى المرشحين يستحقون. لكن هذه هي النمط هذه المسابقة التي لا بد أن يكون هناك فائز واحد فقط. نعم، يعني هناك كما ذكرت خالد 16 جائزة في الدورة الثالثة في نسختها الثالثة في 2023. يبدو لي استحدثت جائزة سيدات ورجال أعمال لتكريم المساهمات الثقافية. نعم، لسيدات ورجال الأعمال. أيضا جائزة التميز الثقافي الدولي لتنضم أيضا لفئات الجوائز الأخرى. يعني من الذي نال الشرف هذه الليلة خالد؟ طبعا نحن نتحدث عن الحقيقة أعلام من هذا المجال الثقافي بشكل عام، وكل حسب تخصصه. يعني أنا إن ذكرت يعني الأسماء فالأسماء كثيرة، والمرشحين نتحدث عن قرابة 100 مرشح تم اختيار طبعا كل جائزة منهم. اسمح لي عبد الله بس لقاء سريع يعني مع الأستاذ إبراهيم الحساوي الفائز في مسار الأفلان. مبروك أستاذ إبراهيم. الله يبارك. يعني أنت علم من الأعلام، بالتأكيد نبارك للمرشحين والفائزين. الله يبارك فيكم، أنا سعيد بهذه الجائزة، وهو حقيقة ليس تقصيرا في المرشحين اللي معي هذه الجائزة يشتركون فيها، لأن أيضا الأستاذة هناء العمير أنا اشتغلت معها أكثر من تجربة، وأيضا المخرج محمد السلمان. سعيد بهذه الجائزة لأن هذا الحفل يأتي تحت رعاية سمو سيدي ولي العهد وأيضا تحت رعاية وزير الثقافة. جائزة تعني لي الكثير، وشكرا للقائمين على هذا الحفل، شكرا لكم أيضا لهذا اللقاء. أنا أعلم أنها ليست الأولى، وأمل أنها ليست الأخيرة يعني. هذا صحيح، بس لها وقع خاص، لأن خصوصا أنها على مستوى الوطن. أنا أوكي يعني أخذت بعض الجوائز عن مجمل أفلامي، سواء أفضل إخراج، أفضل تمثيل، أفضل سيناريو، كل أفلامي اللي شاركت فيها فزت فيها بجوائز، بس تبقى هذه الجائزة له وقع خاص. شكرا، شكرا لكم، شكرا شكرا. نعم عبد الله، تقريبا نعم. هذه طبعا لمحة وجزء بسيط جيد من ما يدور في أروقة هذا الحفل. شكرا للزميل خالد الربعي، نقل لنا أجواء هذه الليلة المميزة بهذا العبق الثقافي، جائزة أو مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية التي تقيمها وزارة الثقافة برعاية كريمة من سمو ولي العهد. شكرا لك خالد. صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي، بيان من الديوان الملكي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غد الأحد الموافق 25 من شهر صفر من عام 1445 للهجرة بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. تستضيف مدينة الرياض معرض سيتيسكيب العالمي غدا الأحد وحتى 13 من سبتمبر الجاري في مركز الرياض للمعارض، وينطلق المعرض تحت عنوان لبناء مسكن المستقبل بمشاركة أكثر من 170 دولة وجهات عارضة من 21 دولة تستعرض مشاريعها العقارية المميزة. كما يضم المعرض مشاريع رؤية 2030 تحت سقف واحد، ويعد الحدث أكبر معرض عقاري في العالم، ويستهدف الراغبين في شراء المنازل والمستثمرين والمطورين والمهندسين، إضافة إلى ملاك العقارات والمهتمين بشكل عام بالقطاع العقاري. نشرتنا انتهت، تذكركم بأبرز عناوينها. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا الزلزال الذي وقع في بعض المدن المغربية، وسفارة المملكة تعلن سلامة المواطنين السعوديين بعد الزلزال المدمر. سمو ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين، ويعلن عن مشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. تحت رعاية سمو ولي العهد وزارة الثقافة تنظم الحفل الختامي للجوائز الثقافية الوطنية. وبمشاركة من أكثر من 170 دولة غدا انطلاق معرض سيتيسكيب العالمي في الرياض. تحية لكم في أمان الله.